مساكم الله، صبحكم الله بالخير جميعا. يلا حيا يا مرحبا انت شجارك كذا حلو. We weren't meant for quietude. كذا يعني انت حط نفسك مكاني، يعني انك تبي مكان الشخص هذا الجميل الأليف. والله طنشه، ما اقدر يا صالح اني اطنشه، انا ما اقدر، انا شخص اتاثر من الكومنت، ياثر فيني ال 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 الكومنت. ما اظن تتاثر، ليش؟ ماني بانسان، صدق والله ماني بانسان. والله يا عيال البارح لا اله الا الله، لا اله الا الله من تعب فيني، لا اله الا الله، لا اله الا الله من انهزاميه وصلت لها. ما اتوقع اني انهزم، بس اني انهزمت، والله انهزمت، اقسم بالله انهزام مو بصح. ترى وجهي منتفخ، هذا وجهي ترى منتفخ هذا، بس اتوقع ما يظهر في الكاميرا زي ترى كذا وجهي، مو بزي كذا، ما لو تركز العين قال لك إيه. لا مين قايله كذا، بس كذا يعني، ترى هذه مين بعيوني الحقيقيه، حي عيوني كذابه والله. قابلت لي شباب واجهوني، ما شاء الله يا بهاج لك زغوت، ما انت بنفس الجو. قلت له يا عيال لا ركزوا شوي، خليني اطالع كذا، خليني اطالع كذا. ايه والله العظيم انهزمت انهزام ما توقعت اني بنهزم، الا اني حارب والله يا ريجي، حاربت حرب ملعون جدف هي تون، وانا اقول لا لعن ابو سلسبيس. قلت رح اقول والله لا لعن وانتس يا مسلم، اقول لا لعن وانتس كذا، انا خاطب نفسي. قلت من هنا بفوز، قلت علي الطلق بفوز، وحرق يمكن سنه، يمكن سنه احنا نتحارب. فازت علي في النهاية الحلقة، هي فازت، فرحنا للحكم اللي يفصل بيننا، قال أنت مهزوم 9-0. قلت يا رجل رب المصحف أنا مروس أتكلم من الحسرة فيني بك، أنا أبي أصيح، أبي أصيح، أنا أحتاج أني أصيح. إيه والله أنا أحتاج أني أصيح. قلت كم؟ قال 9. أقسم بالله يوم قال 9 سالم جنبي، قال سالم لا إله إلا الله أرجوك يا حكم 9. قال رب المصحف 9. قلت لا يا دكتور. قال والله 9. لا مو بتسعة بر 9 سنون، 9 سنون رايحة بها. وصلت رب المصحف يا ريجي، أني وصلت المرحلة أني لجيت أكل مو بشيء، أي شيء أكل، يعني شيء هش ينزرط، تشرب عليه بيبسي، تشرب عليه ما ينزرط، ما في 9 فروس. قال نعم عندك سن هنا مات هذا هنا، هذا ميت لازم انهي انشاء او تدخل جراحي. قلت كيف؟ قال تدخل جراحي، بس هو مات وفيه ألم مع الجنب، بس مو بنفس الألم اللي هنا، هنا أقوى. قلت خله، قال نشله. قلت لا، وش الحل؟ قال بعدين عاد هو يتألم. قلت خلاص خله، لا بعدين. 9 وش تسوي بها؟ قال الحين نعالج. اي والله يا ريت احنا الحين نعالج وش اسمه، احنا نعالجك الحين وتزيل الامور كلها. شوي انا كذا راسي مصدع، على في واحد واقف فوق راسي. انت بهاج الكلبي؟ طالع هيك. قلت انا بهاج سام جبي. قال يا اخي احنا نتواصل معاك، تواصلنا مع الشركه عاوزين اعلان. قلت انا مش عاوز، انا تعبان والله لا اقسم بالله يا ريجي. قلت انا مش عاوز. قالوا احنا عاوزين وكلمنا الشركه. الله يرحم والديك،
الله يجعل ابوك في الجنة، انا رايح فيها والله اني صدق رايح فيها. شوي بس يا حبيبي شوي لسان يسولف ورا. ايوه عاوزين اعلان وعالجوه مجانا، وانا عندي سن هنا ابيكم تخلعونه، وعندي سن هنا فيه سوسة يعني، فانا صديق اقسم برب المصحى ما امزح، وعالجوني يعني بلاش ونشوف. طلعت يسام كذا، قلت سالم، قلت اطلع برا. قال له صدق والله معي سن يعورني ورب المصحف انا زعلان. فامسك الكرسي الكرسي اللي يدين فاضرب الكراسي على يديك، وانت تعاين فيني السستر هندي تعاين فيني تشد كذا، بغيت اكسر الجهاز ذا لان يا رجال فيني هنا ودي ابقش وجه واحد ورب المصحف ما امزح، ودي امسك واحد ابقش وجه، ودي فيني حسره احس فيني ودي ابكي. نطع قاسم انت شويك، قلت وش فيني؟ انقلع اخلع سنك الله يحرق كبدك لا تكلمني. انزل تحت، احنا في الدور الثاني، وانزل على رجلي واروح السياره، والحين والده ولدي هنا طاش تف 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 تف، واقعد شوي اللي جاني سام قلت شيك؟ قال خلعت ماري صاحك شيك؟ قال خلعت سني. قلت اي سن خلعت؟ قال سن هنا سن العقل خلعته، وعندي موعد بكرة أضبط هذه. كيف شغل الرجال؟ قال شغل الرجال كفو لي نطلعت المدير. قال احنا قد توصلنا مع الشركة كذا واختلافنا، ما ادري شو اختلافنا، قلت له تعال خشم، إن كان الله كاتب لي رزق وكاتبكم رزق بيحصل، أنا تعبان الحين ودي أتعالج، وخلني أجرب الرجال، خلني أشوف الشغل وأشوف العلوم، بس خلني أخلص، خليني أنا تعبان، وأنا والله تعبان صدق، الحرام إني وجه. ودخل على الرجال، اليوم دخلت على الرجال قال احنا بنضرب كبدي. يا رجال قول لا اله الا الله. قال والله نضرب كبا تطير ولا توقع؟ والله نضرب كبا ام حق دبره يعني فيني. قال لي بالله بنضرب كهنه بوحده. قلت طيب خلني اغط عيوني يا اخوك، انا ما عاد اشوف. اي والله يضربني بالابره هني، يا ضربني بالابره. قلت كي شوي انا قاعدين شوي، قال يلا افتح بؤك. قلنا فتحنا البؤ، شوي طرط علي الطلاق يجي اليوم سلك هنا اثرني ما اثر البنج ما. اي والله قلت والد راسي بينطق. قال اوه معليش والله لازم نضربك في الغام كنا. قلت وش تضربني؟ قال عاوزين نضربك واحدة ثانية. قلت انا عاوز اخمك بوكس يعني اذا تسمح. يا حليل الدكتور حبيب، والله انه حبيب ورب المصحى. قال احنا عاوزين نضربك هنا الغان ذا نضربك واحد. قلت انا عاوز اضربك واحد. قال ما في مشكله، حط يدك ورا ظهري يعني اذا عاوز تبقسني بقسني. قلت له في ذمتك بتضربني؟ يمكن ما شبك البنج. اعطنا 3 دقائق نجلس. قال خلاص وقت الجو الحين اصور سناب. انزل الجو. قال بروح لدرت ميوان. قلت خلاص الدكتور يروح درت ميوان حود علي. قال ها تعال ونهي معها زي المنقاش كذا يضرب السنقل. يضرب السنقل. قلت لا والله باقي عوني. قال احنا حاوزين نضربك ابره. قلت قال يا والله حاوزين. اي والله طع يضربني الابره. الأمور زينة. خلصنا. قال أنت معك خراج هنا وهنا هنا وهنا يا عيال يا عيال أحلام. هنا ما أقدر أمس ألزم يدي يعورني، بس هنا أقدر أضغط هنا يعورني. والله هنا يعورني، هنا تحت عيني دي أقولك يعورني. وأطلع من عنده. قلت دكتور أنا فيني كان فيني ألم وأنا جيت، بس الألم اللي الآن قاعد يصير أقوى من اللي قبل. هذا إيش يا دكتور؟ قال أنا حطيت مادة ما أدري وش سالفة أمها، بس يعني قلت شو اللي مادة الله يعافيك؟ أنت ساحب عصب، إذا سحبت عصب السن يموت. كيف ذا يعورني؟ أنت عاوز مني إيه؟ قال لا بيروح أنت روح بس. وركب السيارة. عم ركبت السيارة يا رجل ماسك راسي كذا، أقسم بالله ماسك راسي كذا ما تحمل. يا عيال في سعولي. كسالم انا عندي دوام بكره بروح احدد العارض. قلت يعني وش؟ قال اني بحلق.
قلت وانا؟ قال انت تاكل تبن تجلس في السياره. اوه ولا عاوز تحلق؟ قلت لا مش عاوز. ايوه رب المصحف يا عيال. حريص جدا اني اعلمكم بدق التفاصيل. نزل سالم حلق. بس هذا خارج النص يعني هذا مو في النص اللي البارح. هذا برا السالفة ترى بس اني جالس كذا انا. جالس كذا انا. جالس كذا في السيارة اقسم بالله. جالس كذا وقاعد اسوي كذا في امسك راسي طالع فيني الواوي يقول انت ايش فيك؟ اقول اسكت. والله قلب شرس شرس مرة. شرس شراسة. اقسم بالله قلبت لا مو ميا ما له دخل. قلبت شرير والله شرير مرة قلبت شرير. ما أدري مش جاني مصاص دماء. تعرفون دراغون بول اللي ينقلبون غوريلا؟ قلبت غوريلا. أبي كذا ما أدري إيش فيني. شو جا سالم قال ها كيفك ذا الحين؟ قلت يا عيال ياوك صدق يا دقتني حرارة يا ضربتني حرارة وعاين في نفسي اللي أنا حار يا عيال أنا بنكتم الحقوني يا ريجي افزعولي يدزون بالعيال المستشفى وانزل المستشفى متلطم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وانزل المستشفى وإثباته أعطيه إثباتي قال مسوي متنكر أنت بهاجم وهنا عايد أطالع فيه كذا سعودي الله يرحم بوك يا حليل صدق يحسب انه ما عرفنا ومترطم بعد قلت ولد الله يرحم بوك انا وجع قسو حرارتي يا ولد انا فيني حراره الله يرحم والديك قلت خلينا عند الدكتور قوسني الدكتور حراره حرارتك بسيطه يعني 38 نص 39 طبيعيه قلت دكتور انا عاوز غذايه وعاوز اكسجين انا بموت قال يعني يمكن ان ما نعطيك يعني تقدر تروح المدير مناو بس يعني هذا طواري في حوادث يعني في سيارة تشوفها ذي هذا اللي قاعد تشوفه قدامك يعني وأهم من كو قلت طيب أنا تعبان يا دكتور قال لا ما أنت بتعبان قلت إلا أنا تعبان قال حبيبي خذ مهدي ولا روح المدير مناو هذا طواري فطلع كذا فروح ذاك اللي أنا كلمته قلت له أنا تعبان أنا بصيح قال شيك قلت يا اخوي انت بيتكم تنكر انا انا بهاج صديقكم احلى ولد في بيش افضل ولد انا في بيش تكفى في سعلي كيف شرب الساعه تعال امي وديني اكلم سيستر ما ادري ايش قال استحوا ماني فايده شو اللي سالم جايني قال كل هذا تاج راسي هذا هنا مكانك الحقيقي ما هذا حرام يكون في الارض يجلس هنا لأن هذا مكانه الحقيقي أنت تستحق أنك تجلس هنا ما يصلح تكتر منه لا أنا ما يصلح أني أسمع كلامك يأثر على الكلام يخليك تموت أنا عاوز أموت ولا الوجع اللي أنسه هذا شكرا لك أنا عاوز أقول لك شكرا يا رخصك ويا كثر غلاح عندي 18 بس أنت عمي اللي هو تحطه مع الماء وسط الماء ما يفارق لي غريب طعمه غريب ايش في وجهك متغير والله يعني فكس اشد انك جربت هلا جديد والله
ولا فاد الأكسجين ولا فاد ذا. خلينا اللاج ذا يقول هذا مهدي، أشهد بالله أنا مهدي صدق، ما يعالج بس إنه يهدي الألم. طعم معجون أنا شهد نعناع فيه من النعناع. والله يا أخواني ابن آدم ضعيف جدا، والله ضعيف، والله ضعيف، ضعيف جدا. القوة لله سبحانه. والله أدنات شيء نزعل ونهد على فلان ونحقد ونحسد ونقول عطانا مع أهلينا وربوعنا، يجيك شوك تنسيك هذه كل أبوها، ما عاد همك شيء ولا عاد تبي شيء، تبي العافية لو تنشر. وش ثمنها والله؟ وش الشيء اللي أقسم بالله ضعيف الآدمي، والله ضعيف جدا. فأنا يعني أنهزمت بسبة أن رمضان قرب، انجول حبيبي والله انجول. والله هي خسارة قوية جدا. ايش دخل رمضان؟ والله بعلمك ايش دخل رمضان. دخل رمضان اني بقى اصحى في رمضان من النوم صياحي، ما ينفع. اجي استفهم سواليفك. يلا إن شاء الله يعني تكبر وتنسى، مع أن يعني أنا لهجتي يفهم عليها الجميع، ما عندنا شيء يعني نقوله. لا أنت هبد، لا صيت أنا ما هبد، أنا أسولف بلهجتي بس أنت متلغوية، أنت كذا تلغوين بلهجة وكذبين، كلنا لهجتنا واحدة. يعني أنا أشوف إن يعني قبيلة تاكلوب لهجتهم يفهمونها الجميع، جميع قبائل المملكة تفهم لهجتهم. يعني فيه قبائل تبعد عنا 100 كيلو ما تفهم عليه، تقولنا هذا يود من الجنوب يود قريب من بيش، تفهم عليه يجيب مصطلحات يعني. بس قبيلة أكلوب يعني تحداها جميع قبائل المملكة يعني، واللهجة معروفة يعني. إذا قصيت شعرك بزين ضرسك. ربط الموضوع عنده. والله أخت دلال يعني هو يعني مجازي، أنا ما بقلل لساني، تلزمينه وش أتهرج فيه وش ما أقول وش ما إيش فيه، ترى الأخلاق وسط كيفي أخلط السالفة دي ما إيه. فعني أنت حاول ما تزودها عشان يعني ما أدور عليك، أشوفك سن كذا تعادي أطردك 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 بالزردية عليت يا بهاج. والله ما أدري بس أضحك واجد، ما قد أطاف اليوم الاتش في، لا والله في لطا من أخواننا من البحرين حبايبي، والله هذا المصري يطردك بها، والله طردني صرت عجيم. ليش والله أني داعي لك في المطر يا أبا قلبك يا نجد، الله يجعل أبوك في الجنة. إيه والله يدعي لي يا لبا، الله يوفقك. تأكد والله العظيم تأكد أنها لا تزيل لي، تأكد أنها لا تزيل لي،
وتزهمني بعدين وما ضوعك عندي ولا روي علي الطلاق ما ادخل عليك شيء. هو عندي انا ما هو يعني عند انا بروح معك انا رايح معك رايح انا بروح معك والله بس ما ندري عن الطرف الثاني هل هو بيعطينا حقنا مو معطينا بس انا رايح معك رايح معك. الله يجلبك الجنة انت ادعي لي دايم والله العظيم ترى يمكن غير يا حبيبي يمكن انت اقرب من الله لي والله يمكن انت اقرب من الله مني انا استا الدعوه يمكن انت اقرب بعد كلنا قريبين من الله الله لا يقطعنا من رحمه الله باذن الله الله لا يقطعنا من رحمه الله حد الله معنا الامور زينه اشهد ان الامور زينه بدأ انظر امبارح يا كذا بربرتك ولكنكم عتبوني راح اسوي ترويتي انجولا حبيبي والله انجولا شوف يعني ما لقيت ستيفن جوردن الله فرقيني يا انجولا والله فرقيني لا اطيرك ذا الحين والله اطيرك اوه والله كنت ورع يا ريجيل لا جاء الضمانة كل امي اقول امي يعني يمديها يعني امي ما تكسر جال عمرها طويلة يمديها يعني 200 ليه امك اقول والله قطها الاستراحة يا امبلح راح اشتري دولارات يا وجه الله أوه يا يمتي علي الحرام يا ريجي ترى يمكن قد صرفت في البلاي ستيشن قرابة 60,000 بس يعني مو بدفعة واحدة لا يمكن على 5 سنوات يمكن في 6 سنوات 5 سنوات يا ولد يا والله عيوني هنا ما ادري وين ابوكم تحطون فلوس بلعبها والله العظيم والله العظيم كل الهوى وكل الهمود وكل شكك اسطوره في فورتنايت والله كنت العب والله كنت العب لعبه اذكر اني جيت السيزن الثاني وكنت العب بانجولا دي كنت العب وكنت العب مع خوالي اثنين احنا عائله جيمنج نلعب لعب ملعون جدا وطالع كذا وامشي كذا الشخصيه كذا تلف كذا وتلف كذا والتيم الثاني هاجمني انا اقول يا عيال انا ويني فيه يضحكون علي كا 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 اقول ايش يضحكم يا الغشيم يا النوب انا نوب اضغط ستارت واطلع من عنده يا النفسيه انقلع بس انا اعلمكم وانزل لحالي والعب واجيهم بعد اسبوع اقسم بالله اقول انت رجال ايش بك السوني يلا شابك جاي ننزل كريتف نلعب مع بعض امغطهم تمغيط اسكر عليهم في البنايه اسحب لدت منهم واعطينا يصيح خالي يلعن شكلك يا بابا يلعن شكلك وكنت العب عشوائي مع الواوي والله ما انسى هذيك اشهد اني عركت عرق ملعون والدي نلعب سكواد جماعي انا والواوي ويدخلون معنا اثنين وانزل تلتد البقال الاقوى يموتون اخويا كلهم ابقى انا لحالي انا عذاب الهيتشوت اعطيك هنا واحده تا انا خش ورا الجدار تجي تعدي اسحب البوم من قريب اسلك هنا لينك منسدح ما عندي مديك تنسدح ينسدح انا ما افنشه اخليه يستانس يفحط انا اغير مكان اروح اغير مكاني اجي وين اروح اجي المكان ثاني من يوم يقرب مني تا اسلكه اللي عينه هنا يدره عينه في السطل ما افنشهم يجي خويهم الثالث لين يتفجرون من انفسهم
إذا تفجروا من أنفسهم أنا أدري إني اللعن سلسبيلهم. يعني كنت يعني ألعب لعب مهم صاحب. أنا لعبت كود لعبت كود لعبت باتل فيد أوفر واتش. ده الحين سبيكة. آخر مرة لعبت سوني ضد أحمد رحيم عند عزيز. هذا آخر مرة لعبت. يا أخوان حنا عشنا على بلايستيشن. إيش فيكم أنت؟ والله ورب المصحف إني صادق. عشنا على سوني. من حياة أبوي جعل في الجنة. كان أبوي عنده بلايستيشن 1 يلعب هو عيال أخوانه وأخوياه. كنت أجلس كذا ألعب معه. يعطوني يد خربان. جاء سوني 2 شرط لي أمي سوني 2. والله ما أنسى هذه ذمتي ذمة. أقول يمه تكوين يوم اشتري لي بلايستيشن. قالت أبشر على خشم. أدق على ولد خالتك يجي يودينا البيشة بكرة. أوه يا يمتي. قلت والله يوم. قالت والله بكرة أشري لك. بكرة بإذن الله. ودق على ولد خالتي. سلام كيف حالك تجينا بكرة؟ أي والله أجيكم يشهد الله علي. أبشر يا خالة بجيكم. وأقوم الساعة 6 صبح. والله أن أموت ما نسيتها. يوم تقوم أمي. ها يمك. أقول يمه نبي نروح البيش. الساعة كم يمك؟ كنت والله ما أدري من الصبح طلع. روح ل شو اسمه جدتك. كيف قامت جدتي؟ ما قامت. ما تقول جدتي الله يبيح منها ويرحمها. جدة يا لبيه تقومين يا جدة؟ قالت والله بقوم. بتقوم جدتي. شو اليوم جدتي؟ قالت باقي بدري يمك. قلت مشينا بروح أنا وجدي. طبعا جدتي ما كانت تشوف الله يعفو عنها. واخذ جدتي وروحنا وياها للحلال. طبعا جدتي الله يغفر له والله ما انسى الموقف ذاك مستحيل اني انساه لانه كان جميل بالنسبه لي. اوديها للغنم تغسل. ما وقتها ما ادري كان عندنا مغاسل زي كذا مغاسل. اذكر المجله حق المطبخ. ما ظنيتي كان عندنا مغاسل. سام بيتنا قديم في مغاسل؟ لا والله ما في. مغاسل قديمة. مغاسل نفس دي بيتنا قديم. مو بنفس الشكل. قديم. والله ما أدري هل كان فيه مغاسل عندنا في البيت. ما أدري. بس أنا من جدتي تغسل من الحوض حق الحلال والله ما أنسى. تغسل وجهها. لما غسلت قالت فك الحلال وفك الحلال وانفض الحلال بشوي. شو اللي أمي جاي؟ قلت خلاص غسل نفضته. الله يطول في عمر أمي. أمي كانت تعامل جدتي كأنها أمها. تخيل الحلال اللي أمي كانت تكد فيه وترعى فيه. ترى مو بلأمي ولا لأمي فيه شعرة واحدة. والله على ما يقول شيء. مع أن عماتي كانوا موجودين بس ما كانوا يشتغلون فيه. ما يشتغلون يعني اللي في بيشة واللي برا بيشة مسافرين. كانت أمي عند الحلال حق جدتي تعاملها كأنها حلالة. شهد الله علي. شهد بس العن هذه. قلت خلاص قضينا خلصته. قلت متى بيجي ولد خالتي؟ قلت بيجي. قلت متى يوم تدقين عليه؟ قلت يومك ما نقدر كتير خلاص بيجي. واروح واتكي عند السياري. يشهد الله علي وانستح كذا. ابي اشوف وقتها نظرة امي لي كيف. المهم جانا الساعة 9. أشهد بالله أني زبال. أنا زبال أعترف. يبي يستعطفها. لا والله مو بس استعطف. أنتظر متى. بس ود أن أمي خذت كيبل. أم ضربتني لين. يعني أنا لو أني شايف ولدي أنا لو أني شايف ورعي بالوضع ذا ينتظر تنقطع تسدي. تنقطع بعطيك الآن. خذ سدي أنا ما عاد أبيه. والله أنت أخذها وأنا أبوك. خذها أنتظر إذا متى يجي. يعني العجوزة كذا عرضت علي راح الجني إذا وش جاء. يعني لو افترضنا أن ولد خالتي ما جاني يودينا ما عاد جدا جانا ولد خالتي يلقطنا يودينا. والله ما أنسى شرناه 350 أو 450 من بن ستان محل عندنا في بيشة. شكرا يا أمي. ألعبون أمك.
واضطري لي بروح هنا ولا اروح هنا، العن والد والديك. فعشنا على السوني. انتهى انتهى جيل سوني 2، جاء بلاي ستيشن 3 واكس بوكس، شرينا اكس بوكس. هنا جلس تقول بروح لعيال عمك اسمر عندهم، كيف اعزم عندي في البيت، عندنا في البيت اعزم. رجعنا لا الفور، لا الفور باقي ورع، شريته لي امي في رمضان تذكر، في رمضان شريناه في رمضان. نزل في بيشة خمس بلاي ستيشنات، اذكر ان صلينا التراويح ورحت انا وامي وشرينا البلاي ستيشن من اكسترا، يقول ما في الا خمس حبات، شرينا واحد فور 2700. قلت امي يلا هنا، وشاشه 47 بوصه بلازما، كانوا عيال عمي وعماني كذا العين شكله بهاد، عنده سوني فور وشاشه 47 بوصه وعنده بي ان سبورت، ولد الورع ذا مطروخ. كان هذه كل ابوها ليش تمهيد انك ما تروح يا زبان، اجلس هنا يا يوم بروح العب، بروح العب كوره مع عيال عمي، لا ما تروح تجلس هنا. انا شاري ذا ب 2700، خلاص ما عاد ابيه، ما عاد ابيه، حابط حطه في الكرتون ورده. ما تروح، انا ليش شريت البلاي ستيشن؟ عشان ما تقول بروح اسمر، بروح المكان، اجلس هنا يا حيوان يا معتو. قلت سمي، طبعا الكلام ده 2014 15. يا عيال كاس العالم اللي جاء في رمضان عام كم؟ هو كاس العالم اللي كان في رمضان 2018؟ لا ما في 2015 حبيبي، هو 2018 قبل كم سنة، 2016. لا ما في كاس عالم 2016، كاس العالم 2010 2014 2018 قدني عود سالم 2014 هو كاس العالم كان في رمضان، يوم اندقت البرازيل بثمانية من ألمانيا في رمضان، صح؟ قبل كم سنة 2014؟ ايه لا مو 2018 قدني عود يا 2018، يعني ماني بصغير قدني اكتب، لا 2014 هو اللي كان في رمضان، هو هذاك الوقت اللي شرينا فيه البلاي ستيشن. هذاك هو الوقت بروح العب كره، لا ما تلعب كره، هيك قاعد بلعب بلاي ستيشن يا معتو. طبعا هذا القرار اللي انا بنصحكم فيه، اللي هو أعوذ بالله من الشيطان، اللي هو أخوك أو فيه والد يسمعني أو شيء. أنت تربيتك زينة، بيتكم نظيف، بس اللي في الشارع مو بنظيف. متى الوقت اللي تحافظ فيه على ابنك؟ الاختبارات، فترة الاختبارات في المدارس ورمضان، حافظ على أبنائك فيها، حافظ عليهم. بروح ألعب طائرة، أنا ما أقول جوده، بروح ألعب كورة، أتربطه خليه يروح، بس راقب ولدك، أقسم بالله ما يدج الواحد إلا في حاجتي. في رمضان في الليل وفي الاختبارات النهائية في الثانوي المدارس، حافظ عليهم. هذه أخطر فقرتين على الشاب، غيرها ما في، تصير الوضع مفكوك والله. وبعدين ترى في ناس يا عيال واطية، رب المصحف إني أقولها وأنا صادق، ناس واطية 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 واطية، ما يرحم
ورب المصعب ما يرحمك. تعرف شو معنى كلمة ما يرحمك؟ ما 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 يهمه أنت إلى إن شاء الله تذهب للجحيم، ما يهمك. والله العظيم أنا قاعد أشوف يعني، والله إني أنصدم من الناس قاعد أشوفهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تحس إن قلبه ما في إنسان. ستحاسب ستسأل، تحسب إن الله غافل عنك. أي شخص في الحياة قد صار له مشكلة تتوقع أنها أول مشكلة؟ مستحيل. يعني ما قد جاك تنبيه من الله؟ ما قد جاك تحذير من ربي؟ أنا قد سويت أنا وياكم جرية وستر علينا الله سبحانه. ليش؟ يبيك تجد خلاص أفلح ذبري الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة تنصاد. الله يعني على قولتهم يقول في أحد أرحم من أمك لك؟ أقوله ما في، لو تطير وتوقع ما في أحد يرحمك مثل والدتك. الله الله يقولون إنه يرحمك أكثر من أمك. أكيد إنه إن الواحد يا ولد استوعب دي بس وأنت هنا، استوعب دي بس، حط دي هنا في راسك، تعمق فيها يا مسلم والله العظيم، تعمق فيها، تعمق في الكلمة دي اللي قاعد يقولون. مو بليسك، مو يا مرحبا يا آسيا ملين، مو بنا اللي يقوله، أنا مو بنا اللي يقوله، كلام رباني. أن ربي أرحم فيني من والدتي، تعمق في الكلمة دي وش أخاف منها؟ خلاص يا أخو، أسهل شيء في الحياة ما مثل هالشيء. مش كذا 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 ما في، مش كذا والله ما حد يتعرضك، والله ما حد يتعرضك، والله يكفينا وياكم شر عيال الحرام وبنات الحرام، هم والله الذنب الصايب. لكن الواحد يتكفى، والله تكفي يا ولد، تجنب من الناس ومش سيدة وخلاص تزين حياتك. شوف مقاطع البنات تقول لي والله يا اخي امر محزن مره، والله ما ادري وش اقول وش اخلي صراحه. ولكن انا اقول ميد اخواني وخواتي يعني الزموا انفسكم، والله الزم نفسك يا اخي، الزم نفسك الأمور الباقي يعني. ويا أخي ولحد يصور يعني، أنا ما أدري ليش التصوير ذا، ما أدري أنا ليش التصوير، ما أدري ليش إنك تصور. شفت لك بنات يضربون لهم ولد ويتهجمون لهم على ولد تروح تصوره، شفت لك ولد قاعد يطش كلام على بنات رحت تصور، ليه؟ شيء محزن. ورب المصحف إنه شيء محزن مرة. حب المشاهدات، لا صيدهم هم مسألة حب المشاهدات، لأن هم ممكن مهم مشهور هو ظني، بس إن إحنا قاعدين نشوف. أنا شفت المقطع يوريني إياه قعقوري في ليش هنا بنات يضربون لهم ولد، طامرين عليه يضربون لهم ولد، و ما أدري أنا وش السالفة، ولا الناس يدرون وش السالفة. هو فيه غلط، بس الغلط ما والشي ده أنا قاعد أشوفه كاثر في المجتمع. شوف مهو بصح أبد، مهو بصح أبد أنك تمديتك على حرم، مهو بصح. لو يصير اللي يصير، لو يصير اللي يصير تقول لي سبتني ومديت يدي عليها، الله يسود وجهك، هاي حرام ما فيك من الرجلة مثل قادر. لو سوت وش أكبر شيء، وش أكبر شيء يطري على بالك؟ سبت قدام الناس يا ابن تفلت عليك، لو وش لو تحذفك بالحذيان يدك لا تمدها على مرة، أتمدها يدك لا تمدها عليه،
في حكومة الله يعز بن سعود، في حكومة، رح للحكومة، الحكومة تأخذ حقك، ما غير الحكومة شيء. حتى لو شوف بقولك شيء، ويمكن فيه شخص لأني شفت لي مقطع مرة في تويتر، شفت لي صياح بنت على الطاقني في راسي لدى الحين، تسب البنت، البنت تسب سب على والدي وتلحقه وتضربه وتكب عليه قهوة، صوتها واضح انها صوت الصوت المغبونة، تمدين يدك نفس الكلام، انت غلطان يدك لا تمدينها، تقول لي مدت يدها عليك ولد بمسك يدها ولد بجنب، لو يا شيخ لو ترميني من وراء، مالك حق انك تمد يدك على مرة في حكم. ونفس الكلام انا اقوله على البنت، يعني يدك لا تمدينها، روح الحكومة، شكلك مو بزي من أخوك، الحياة شعبة من شعب الإيمان، الصحة وين، العفة وين، بس يعني ما أنت ما تدري وش السالفة، ما أدري يمكن فيه طش له كلمة هي بحلوة، ما أدري تقول هم ما جو في المكان هذا اللي يعني مسوية نفسها، هي أمك، هي زوجتك، أختك، يعني أنت ماك شغل، يعني لو انها تمشي مفرعه في الشارع ماك شغل، انا مالي شغل، انا رحت المقهى بشرب قهوه، انا رايح اشرب ولا رايح اتمشكل مع الناس؟ لا والله انا رايح اشرب قهوه، شو عليك من الناس؟ مالك دخل، ولا تحرج، لا تحط نفسك. شوف ترى المعترضين اخوان الشياطين، والله العظيم يا المعترض انه اخو الشيطان، بتروح تسوي نفسك ظريف تطش كلمة قدام أخوياك، يمكن تطيح في واحدة يعني ما في وجهها حياة، ممسوخ الحياة منها، وتقوم تحذفك بالحذيان ولا تمديتها عليك. أنا ما أقول تستاهل، أنا أقول عسى الله يعافينا ولا يبلانا ولا يجعلنا عليهم من الشمتي، يشهد علي الله شهادة حق وبؤسا عن هذه يوم لا ظل إلا ظل، اني امشي في مكان عام، امشي انا في حالي، انطحوني ناس بنات، انطحوني يوم طلعت يو يا شو في وجهه، ما قلت شيء، انا شو اقول، انا سويت نفسي اسكه، كلمه ديسان انت سمعت؟ قلت هي سمعت، كخل جلست في طاولة، جلست في طاولة، يود في شخص قاعد يمر علي يسوي حركات، يود من كيف يسويها؟ وين كان؟ أنا ما أدري هو فيه هك هو ولا شو سالفته؟ يا الرضا لين يروح يحب يتحرك، ما أدري يبي يلطمني، أنا ما أدري شو سالفته، وين كان؟ أضحك وش؟ وهذا قبل الشهرة، قد صار لي موقف قبل الشهرة، جاني حركة غير أخلاقية، أشهد الله علي، هذه عاد هذه مالك لزوم فيها، المراجل ذي مهم ماني من اللي يعترض، أنا في حالي، جاني حركة باليد ساطط، خطيت وجه الورع في رأسه عين بي ساطط، والله ما أنساه الموقف ذا، يمكن قبل 4 سنوات كذا، والله ما أدري ليه والله، أنا متأكد هذا قريب، والله قريب متأكد، أنا ما لي لا قشر ولا لي شيء، مرة أشهد بالله ما لي في القشر. كنا في أحد الأماكن، المهم إن المكان ذا يعني إحنا متكين فيه أنا وخالي ولا أخويا أي وكذا، المهم سمعنا إحنا وقتها كنا نلعب بلياردو، شوي مكان بلياردو شوي
جانا ضربة في القزاز طلعنا كذا للذي بنت تقول تعالوا تعالوا مدري حس إنه طلع علينا الزير سالم وكليب ابن ربيع أخو زي فعايننا كذا حنا ممكن ستة لعا سبع فعاين قلت ولا تعالوا تعالوا أركض أخويا نطلع أقسم بالله نطلعين بدون حدي حدي نلحقها شوي جينا في سيب شوي فكه طاش طاش نطلع ناس تضربون يا ليل حنا وش نسوي ما ندري ذا الحين حنا السالفة وش نهي وش العلم اللي فيه اثنين متماسكين وواحد في يده عيال ما أدري هي حديدة هي ساطورة فجأة كذا أنا في وجهي يا ولد تقول لي لهل أنا ذا الوش إني يحس بني إني من الطرف ذا وهذا ما يدري إني أنا مالي دخل تولد ولد ترى أنا مالي دخل أنا جاي فزع قول لي لهل الله قول لي الولد صغير وأنا ذليت إني هبجع بطني أقسم بالله يا رجل يشهد علي الله طبعا خالي دخل وفلح أخوي وسالم دخلوا بين الرجال رجل ماسكين مرة والعيال دخلوا بينهم أقسم بالله يا قعقوري والواوي إنهم جالسين أنا ودي بس إن البسكوت ذا بيعقب العيال جالسين يقول إحنا نمشي في أكل ضهاج ما قدرنا نمشي يقول طحنا من الضحك الواوي أقسم بالله يا من شافه يقول ولد ذا مهم طيب هذا ما كله بلا ذا الناس تخانق ذا يصيح صياح والله من الضحك أنا ارتعت يوم شفت ذي قلت والوالي والله بيبجع بيضربني في تسلعي قلت ولد 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 أنا ترى ما أدخل والله وش سوي بذا وش هالوطني أنا ما لي دخل أبعد يا ولد قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله يا مسلم الله يعافيك أنا ما لي شغل والله ما لي شغل هذا أنا جاي فزعة صحت علينا واحدة وجينا تعادة يعني أبعد أنا أبو جد يا مسلم الله فك العيال من ذاك يزن أو مازن يزن نزلها مدري ويش نزلها أي والله يا ريج نزل هالولد شو يا الربع صلوا على النبي مدري ويش مسكنا الرجال وصلوا على النبي وخلاص يا فلان وراحوا وانتهينا قال انا ابو جدك مدري ويش خلاص خدمه لكم الله يسعدكم يلا مع السلامه رجعنا يعني ارجع شوي عزيزي المشاهد اللي قبيل قلنا كنا نلعب استح 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 اي والله يا ريجي فجينا يعني يوم جيت ابي طاولتي ابي العب احنا والله وبيت بنى الله احنا لاعبين على عشاء وتحدي ومن عند والدين ورجال كبار يا أخي رجال عاقلين يعني ما نب جينا لقينا ثلاثة أشخاص عند الطاولة السلام عليكم خير قلت لا والله أنا أخوك يعني حقتي وش اللي حقتك قلت طاولة قالت توكا توكا قلت سمي طال عمرك انبغض خالي كرش اللي توكا ويشهد الله علي ما زودت حط كذا توكا وش سويت انا دي ورد كذا وقتها رجعت على الكرسي طبعا صاله كبيره فيها كراسي جلست على الكرسي جلست على كل واحد على الكرسي نطلع فيهم والله ان نطلع فيهم كذا أنا تحرر مصر يجي ربي يجي ما جاء قلت خلني أكون إي والله يا ريجي قلت لو سمحت وأنا أخوس إي والله إي والله فاستدارت علي قالت إيش قلت قلت لو سمحت وأنا أخوس قالت ماني بأخوك انقلع أنت منين تفهم تفهم من وين أنت أخوس طيب قالت ماني بأخوك انقلع سمي ترى وين أروح وش الطريقة الحلوة طلعنا لقينا واحد كيفنا مثلك الأمن رحنا الأمن لو سمحت يعني هذا جالس في يقول كذا معنا واحد من عيل عمي كبير يمكن عمره 48 50 سنة كبير رجل العاقل يا أخي شوي جانا واحد طلعنا لو سمحت يعني حنا نلعب هنا وهذا انطلق علينا وحنا دافعين فلوس شوي جاء المصري أنصفنا المصري إيه والله قال له هذا مكانهم والعامل الثاني باع عليهم الطاولة وهم كانوا موجودين هم فعلا هم جو وعينوا العامل الثاني والعامل عطاهم وراح وحنا جينا هم دفعوا وحنا دفعنا
المهم جينا وجلسنا، يوم جلسنا راح الأمني بيكلمهم شوي، قالت أنت الأمن؟ قال لو سمحت أنا ببلغ على واحد ما أدري ويش ذا الكلام ذا البربرة قاعد يسوي حركات ما زينة. قلت وش أنا؟ إي والله يا ريدي. قال عسكري الأمن، هو مو بعسكري بس أمن. إي والله يا ريدي علي الحرام، أنا ما في سوي حركة كذا. قلت ولد ولد وقفوا الشباب كلهم يمكن 7 8 أي واحد فيهم حطوا تبيني. قلت هذا شو من غيره هذا دش العلاقة العاد. لا والله أنا أبو عيال الله يرضى عليك، الله يرضى عليك أنا أبو عيال. قالت هذا بعد المهم أنا دريت من العلم فرجع على قلت يا طويل العمر وقل السلام هنا هي كاميرات. إيه والله هنا كاميرات يا لجواد، عرف فيها صوت هنا كل أبوها كاميرات، ولا في لا ذي ولا ذيك، حنا مش عاوزين نلعب ولا عاوزين شيء، حنا نبي نروح شوي.